السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من سيدتي، نصحبكم بمجموعة من المواضيع المنوعة على مدار ساعتين من الوقت. وبداية أحب أن أمسي على زميلتي خلود الجابر في الرياض وجيهان في جدة. مساء الخير. مساء الخير لك دانا، وأهلا بكل من انضم الآن لمتابعتنا في حلقة جديدة من سيدتي. اليوم معايا موضوع في جدة يهم كل أم، وهو مخاطر تقبيل الطفل الرضيع، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. والآن أنتقل إلى الرياض إلى خلود وأسألك خلود، إيش عندك اليوم؟ شكرا جيهان. اليوم نتعرف من الرياض على موقع إلكتروني يساعد الفتيات في البحث عن العمل، تابعوني. أما الآن أنتقل إلى زميلتنا دانا نتعرف على بقية فقرات اليوم من برنامجنا سيدتي. إليك دانا. شكرا خلود. قبل ما ننطلق بحلقتنا أدعوكم مشاهدينا لمشاركتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الحلقات التي فاتتكم مشاهدتها عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب. أما الآن فإليكم أبرز العناوين. في سيدة اليوم، شفت موقع إلكتروني يساعد طالبات سعوديات للبحث عن فرص العمل. الرياض تستضيف المفكر الأكثر نفوذاً في العالم. احذري مخاطر تقبيل الأطفال الرضع. الليلة روتانا خليجية تتوج نجم إكس فاكتور. فتيات سعوديات يطلقن مشروع لغتي هويتي لدعم اللغة العربية من الخلط. تصاميم مبتكرة من أجمل الأحجار الكريمة. أحييكم من جديد. نبدأ حلقتنا اليوم مع أخبار السعودية. بداية أخبارنا من صحيفة الوطن، إذ يؤدي أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة غدا الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بجميع مناطق المملكة. واستعدت كل القطاعات المعنية لموسم الاختبارات، وهيأت وزارة التربية والتعليم إمكاناتها المادية والبشرية لتوفير الأجواء المثالية للطلبة. وكانت الوزارة اعتمدت الخطة الزمنية لمتابعة الاختبارات والإدخال على نظام نور للفصل الدراسي الثاني من خلال اللجان المختصة في الإدارة العامة للاختبارات والقبول ومشرفي الاختبارات في إدارات التربية والتعليم، وذلك بعد أن أنهى أكثر من 2,700,000 طالب من صفوف التعليم الابتدائي عملية التقويم الأسبوع الماضي. من صحيفة الحياة، إذ أكدت دراسة جامعية على ضرورة منح ذوات الاحتياجات الخاصة ممن يعانين من إعاقة سمعية فرصا وظيفية مناسبة وتخصيص مقاعد لهن للالتحاق بالتعليم العالي. ودعت الدراسة التي قامت بها 4 جامعيات إلى زيادة الاهتمام بالموهوبات من ذوات الإعاقة سمعيا وتوعية المجتمع بحقوقهن، مشددات على أن هذه الفئة شريك له نصيب من كعكة الموارد، واعتبرنا هذه الفئة منسية وتعيش فوق صمتها تجاهلا وتهميشا يطبق على كيانها. ننتقل إلى صحيفة الشرق، إذ أوضح الاختصاصي النفسي في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام خالد مريط أن 2.5% من سكان العالم مصابون بالوسواس القهري، مضيفا أنه ينتشر بين النساء أكثر من الرجال. وذكر في ندوة الوسواس القهري في المنطقة النفسي الاجتماعي في القطيف أن دراسة حول الأشخاص المصابين بالوسواس القهري أجريت على ذكور وإناث أظهرت أن الذكور يكثر بينهم الوساوس الجنسية والعدوانية، فيما الإناث التدقيق والترتيب والتنظيف. وبين أن مرضى الوسواس القهري لا يلجؤون إلى العيادات النفسية إلا بعد مرور 7 سنوات على إصابتهم على أقل تقدير، فيما يمضي آخرون سنوات أكثر حتى يلجؤوا إلى العلاج. استضافت العاصمة السعودية الرياض الدكتور ديفيد نورتون، أحد أشهر العلماء في مجال إدارة الأداء الاستراتيجي، والذي يحتل المرتبة 12 في قائمة 50 مفكر الأكثر نفوذا في العالم. دكتور نورتون قدم ندوة بعنوان نجاح الإدارة والأعمال بين الاستراتيجية والتطبيق. كاميرا سيدتي كانت هناك وعادت بالتقرير التالي لنتابع. We'll be right back.
الإعلامية من قناة روتانا خليجية، أقامت أكاديمية أسبار للتدريب والتطوير ندوة نجاح الإدارة والأعمال بين الاستراتيجية والتطبيق، والتي قدمها البروفيسور الدكتور ديفيد نورتن. استهدفت الندوة المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الأهلية والحكومية من مدراء ونواب، وبالأخص الإدارة الاستراتيجية. ومن أبرز محاور الندوة دور القيادة في تحديد الاستراتيجية وكيفية إدارة عملية التغيير الكامنة في التنفيذ. الواقع أنه أكاديمية أسبار للتدريب والتطوير أخذت على عاتقها منذ البداية أن تنظم أو تعمل في خطتها تنظيم عدد من اللقاءات في شكل سيمينار ولا ورش عمل أو مؤتمرات لمحاولة الإسهام في الارتقاء بالفضاء الإداري في المملكة العربية السعودية. دكتور ديفيد نورتن طبعا كل المعنيين بالإدارة والذين لهم علاقة في علوم الإدارة بشكل عام يعرفونه، اسم مشهور واسم معروف، هو يمكن رقم 12 على مستوى العالم في هذا المجال، وبالتالي مؤلفاته ترجمت لعدة لغات، أكثر من 35 لغة في العالم. بالتالي هم سعيدين أنهم يلتقون فيه ويستمعون إليه، وخصوصا أنه سيقضي معهم مثل ما قلت يوم كامل. الآن راح جلستين، الباقي حوالي 3 جلسات بعد تناول طعام الغداء إن شاء الله اليوم. فأعتقد أنه حسب ما حسيت ردود الفعل جدا جيدة. ديفيد نورتن هو رائد عالمي في مجال إدارة الأداء الاستراتيجي، وهو المؤسس والمشارك ومدير عدة شركات للخدمات المهنية، وقد ترجمت كتبه إلى 23 لغة عالمية. كما اختير دكتور نورتن كأحد أهم 12 مفكرا مؤثرا في العالم خلال عام 2008. طبعا موضوع الاستراتيجية وتطبيق الاستراتيجيات على أرض الواقع يعني موضوع شائك، وكثير من الناس يبحث عن من يساعدهم في تطبيق استراتيجياتهم أو وضع حتى الاستراتيجيات. والندوة اليوم أعتقد أنها كانت يعني خطوة إلى الأمام لنا حتى لي أنا شخصيا يعني وللإخوان المشاركين، وسيعقبها إن شاء الله دورات في نفس المجال. تأسست أكاديمية أسبار للتدريب والتطوير لتكون في مصاف مراكز وأكاديميات التدريب والاستشارة المؤثرة على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. من ضمن الأشياء التي تميز فيها أكاديمية أسبار التدريب المحاكاة، هذا النوع من التدريب غير موجود تقريبا في السوق السعودي، موجود في الغرب طبعا من فترة يعني. فيه نوع آخر اللي هو الاستشارات فيه الابتكار، شيء يسمونه مفهوم الآن اللي هو الانوفيشن. هذه إدارة جديدة تؤسس في الشركات تساهم في تطوير وابتكار أساليب وعمليات ومنتجات جديدة داخل الشركة. لبرنامج سيدتي دانا دلقموني. مشاهدينا نتوقف مع فاصلنا الأول ونعود لمتابعة فقراتنا لليوم، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، احذري مخاطر تقبيل الأطفال الرضع.
أهلا بكم من جديد. يعتبر كثرة تقبيل الأطفال بهدف إظهار المحبة والعطف من العادات الشائعة في مجتمعنا، ولكن الذي يجهله الكثير أن هذه القبلات قد تكون السبب في إصابة الطفل بالأمراض. نتابع الموضوع مع جيهان في جدة. إليك جيهان. شكرا دانا. بالفعل احنا في هذه الفقرة حنتعرف ايش هي المخاطر اللي ممكن نقولها لأطفالنا من التقبيل، بس خلينا نشوف التقرير ونعود للحوار. الأطفال هم بسمة الحياة وأحلى ما فيها، ولقد فطرنا على محبة الأطفال لنعبر عنها بعادة اجتماعية لا يقاومها الأهل، وهي تقبيل أولادهم الصغار دون أن يعلموا أن هذه الطريقة قد تؤذي الطفل وتتسبب بمرضه أو إصابته بمضاعفات خطيرة. فالقبلة التي تطبع على خد أو فم الطفل الصغير كفيلة بأن تنقل إليه الأمراض، ولكن للقبل أيضا دلالات أخرى نفسية. فهل القبلة تدلل الطفل أم فقط تعبر له عن الحب؟ يعني عادة الطفل من عمر سنتين، لنقول سنة سنتين، سنة وطلوع، لعمر 5 سنين مشروع قابل، ما في مشكلة، لأن الطفل بحاجة لحنان، بحاجة لتاتش الإنساني. ولكن في مشكلة واحدة من ناحية النفسية، إنه الطفل معود على ريحة أمه أكثر شيء بهالعمر هذا بين 2 و5 سنين. فإذا كترت الروائح، ما عم بحكي عن العطور، أنا عم بحكي عن ريحة الجسد أو العطر أو اللي هو، بتخربط الولد. اللي ممكن يأثر إنه الطفل بصير بيروح ولا مين من كان، إنه تلاقي الطفل بس يكبر شوي بتعلق بخاله أكثر، بعمته أكثر، بسته أكثر، بأمه أكثر. هي بتكون هاي المشكلة، نبلش من هون نحن ما معنا خبر فيها. أول 5 سنين ممكن للوالد يتدلل وبشكل عادي وطبيعي، وحتى إذا فاق الدلال مثله، ولكن يجب أن تستثمر هذه الدلالة أو إغراقه بالقبل أو إلى آخره، بالدعابة، بالفكاهة إلى آخره، أن تستثمر بالأشياء اللي لازم يتربى عليها الولد. يعني أنا شفت كيف بحبك، ولكن أنا بالمقابل بدي أنك تاكل منيح، تشرب منيح، تلبس منيح، تنام منيح، ما تعيط، ما تصرخ. أما إذا تركت الأمور هيك وفقط تدليل، أكيد الولد بتركب بي 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 بخلفية عاله أنه أنا بقدر أعمل اللي بدي إياه. بعد 5 سنين لسن البلوغ، يعني 11-12 سنة إذا بدلك، بضل بحاجة للعاطفة، عاطفة الأم، بضل بحاجة لحنان البي. إذا كان حدا عطى بشكل خليني أقول جنوني، طبعا برجع هون بحط هلالين لأنه في حدود لهالموضوع هذا، لحتى الطفل كمان أفكاره الثاني ما تروح لبعيد وأبعد من هيك، لقضايا تتعلق بالحواث الجنسية إلى آخره. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب باستشاري طب الأطفال الدكتور همام قنديل. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. يعني التقرير شرح الكثير، بس انا ابغى برضو افهم منك، يعني احنا في مجتمع يعني نحب التقبيل، نحب العواطف، خصوصا لما الطفل رضيع، الطفل جاي بفرحه وسعاده، كيف ممكن التقبيل هذا ينقل امراض او يكون في مخاطر للطفل؟ نعم، اول اشكر على استضافتكم. بالنسبه للتقبيل، يعني للاسف التقبيل يعني ممكن لازم يكون له ضوابط او شروط، حتى التقبيل له ضوابط. ايوه، الاطفال، لانه الاطفال في لسه في مرحله حساسه جدا، حساس عرضه للالتهابات زي ما حنتكلم بعدين. لكن بصفه عامه الشروط، مثلا يعني كان شخص عنده سخونه ما هي معروف سببها، والتهاب في الانف او في الحلق او متجمعين في منطقه مزدحمه، يفضل عدم تقبيل الطفل خصوصا في اول 6 شهور، خصوصا في حتى في الفترات اللي يكون فيها زياده الالتهابات زي تغير الجو، او يكون جاي من منطقه مزدحمه زي مكه والمدينه. هذه مناطق الواحد لما يجيكم مسخن الافضل ان يبعد عن الطفل. المفروض لو عادي في المستشفى ودوبوا حديث الولاده وجايين الزائرين يزوروا الام، اكيد حي يعني يمسكوا الطفل يقبلوه، حتى هذا. نعم. في ممكن يكون مخاطر لو هم متعافين ما فيهم
مرض يعني. لو كنا فرضا ما في لا سخونه ولا التهاب ولا شيء، لا ننسى المكياج والعطور. صح. هذه كلها الطفل لسه بشرته حساسه. وحتى لو واحد يكون عنده مرض مزمن مثلا التهاب فيروسي ولا شيء، هذا ممكن يتنقل للطفل. فحتى في دراسات ان حتى الانسان لو كان عنده جراثيم بتسبب التسوس، ولا هذا كان في تقرير قريب من جمعية حتى الأسنان، تسوس الأسنان بعض المرات يكون نتيجة بكتيريا تسبب سوء أسنان، وهذا ممكن تتنقل عن التقبيل. فيعني التقبيل بصفة عامة اللي يكون فعلا الشخص سليم منه قبل الفضل. نعم. طب دحين لو الطفل مثلا حديث الولادة جاء مسكه مثلا أمه وأبوه، أكيد حيقبلوه يعني، جدة وجدة، عم وعمة، هذول برضو كمان كيف نقدر نمنحهم يعني مثلا من هذا الموضوع؟ ولا في استثناءات مثلا هي بالنسبه للام بالذات، لان الام اذا كانت بترضع طبيعي خاصا احنا نسمح للام انها تشيل وتبوسه في اي وقت تبغى، لانه لا ما في مفر ان حتى تنقل له المرض. الاب ممكن نحطه ضمن المحاضير لو كان ولا مسخن ولا شيء بعد شويه، لكن الام بما انها حتكون ملاصقه للطفل. طب يعني انت حضرتك دوبك قلت انه احنا الى 6 شهور ما المفروض ان احنا نقبل الطفل، خلينا نعرف بالضبط كيف بيكون حال الجهاز المناعي للطفل اول ما يتولد. طيب هو الجهاز المناعي طبعا ينقسم لجهاز خلايا بيضاء وجهاز المضادات الحيويه في الجسم. هذه كلها يكون فيها عدم اكتمال إلين، خصوصا لما يكون الطفل خديج إلين 3 شهور 4 شهور. كل ما كان الطفل خديج أكثر كل ما يكون عرضة للالتهابات أكثر، فهذه حتاخذ وقت لما تتكون. طبعا اللي كل ما كان الأم سليمة وجسمها قوي وتعرضت للالتهابات وقاومتها بطريقة مناسبة، حتنقل للطفل مضادات تكفي حتى مرات ل6 شهور. فكله يرجع لمناعة الأم كيف حجم الطفل ووزنه عند الولادة. طب هو جهاز المناعي حقه نفسه؟ نعم، هو جهاز المناعي، هو الخلايا البيضاء والمضاد الحيوي اللي تكون ما هي مكتملة لسه. طيب في أمهات أو حتى الأبهات كمان بيكونوا مسوسين أكثر على لما يكون الطفل لسه رضيع، يكونوا خايفين عليه، هل هذه الوسوسة أو الخوف الزايد هل هو فعلا في محله، ولا يعني لازم يكون في اعتدال كمان؟ والله لا، بس بصفة عامة الأفضل إنه ما يكون في وسوسة، الأفضل إنه والله نفهم الأم بالذات إنه حملها للطفل حدي خلايا طيبة، حدي حنان، حينظم له حراته. فإحنا أنا من الحاجات اللي دائما أنصح بها الأمهات إنه يكون في عندها وقت تشيل الطفل عن صدره جلد لجلد من غير أي رابط، هذا بيزود الرابط كان بيدي للطفل جراثيم طيبة أو حميدة تنقل للطفل، هذا بتساعد في الجهاز المناعي. نفس الشيء ممكن الأب يسويه. فحكيت والله أنا بشوف أمهات والله مسوسة لا ما أبغى أشيله، يفضل الطفل عندي في العناية المركزة شهر شهرين، لا الأفضل إنه الأم إنها تشيله. ويمكن الحالات القصرية الوسواس القهري عايز لها يمكن تنبيه وتوجيه وعلاج في بعض الأمهات. هو يمكن مو وسواس دكتور بقدر ما هم ما عارفين يتعاملوا، ما عندهم توعية كيف يتعاملوا معاه. يعني أنا شفت أمهات كثير من كتر الوسوسة إن هم بيحمموا أطفالهم من الرضع كل يوم. هل هذا يعني مطلوب كمان؟ والله حسب حساسية الجلد، وحسب يعني الجلد معظمه في الأول سن الأطفال في أول 2 أسبوع 3 بيكون حساس، فإحنا دائما نصح الأمهات. إحنا بنتكلم عن الرضع الآن. نعم. أنا تروش بس مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع. لكن زي ما قلت طبعا بعض الأمهات بيكونوا خايفين وبتروش زيادة، حتى اللي بتستعمل مراجعتني واحدة في العيادة بتستعمل ديتول، فطبعا هذا أخصى شيء. يعني حتى الصابون مفروض 2 3 مرات في الأسبوع. فهي النظافة إذا زادت ممكن تنقل من حدها، لأنه أنا شلت الجراثيم الحميدة عن جسم الطفل، هذا يعرضه أنه تخش جراثيم تاني غير حميدة. يعني أنت مع ولا ضد أنه الحموم للطفل يوميا؟ كل يوم لا، 2 3 مرات حتى لو بالموية. بالموية ممكن كل يوم نعم، لكن بالصابون 2 3 مرات في الأسبوع. طب حضرتك أنت تفضلت وقلت الديتول، أكيد الديتول لأنه في مواد كيميائية كثيرة، بس في الويت وايبس الثانية اللي هي مثلا جونسون أند جونسون حقت الأطفال. هل هذه برضو كمان من غير تحيز للشركة؟ بس أي شيء يعني حتى الوايبس يعني أنا أفضل أنه يغسل. لا أنا ما بتكلم عن الشركة ذاتها، أنا بتكلم عن أنه مخصصة للأطفال من غير كحول. نعم لا، يفضل موية، يفضل حتى الغسيل بالماء يكفي عشان الجلد برضو حساس، بلاش كيماويات. أنا أفضل ولا كيماويات وأقل لك كيماويات، لو أنا أغسل الطفل بالموية حتى لو وسخ أفضل، وبعدين أنشفه مضبوط. أهمية التنشيف مضبوط لأن هذا برضو فيه جراثيم. طب إيش اللي بتشوفه حضرتك في العيادة أكثر الأخطاء اللي بيرتكبوها الأمهات مثلا لما في الطفل الرضيع، سواء كان تقبيل أو سواء كان
وسوسه زياده في النظافه او اهمال زائد، ايش اكثر شيء بتشوفه حضرتك في العياده؟ والله يمكن اكثر شيء بشوفه كثره غسيل وكثره استعمال الصوابين والمعطرات، فمعظم شكاوي الامهات ولا حساسيه او حبوب او تغيير في الجلد، فمعظم تكون انصحهم دائما والله قللوا من الشامبوهات قللوا من الصابون. واذا وصلنا لمرحله دي المرطبات الخفيفه احسن. لكن نادر لما اشوف اهمال او عدم غسيل او هذا بالنسبه للطفل. طب نفس الملايات اللي او الشراشف اللي بتغطى بها الطفل، انواع البيجامات كمان اللي هي ما تكون مثلا 100% قطن برضه بتسبب هذه حساسيات صح؟ والله اذا تكلمنا لو نوسع الجواب شويه نتكلم على محيط الطفل بالنسبه لكل، مو بس البيجامات، ولا هو اي شيء قطني او صوفي او شيء ملاصق في غرفه الطفل مفروض على الاقل يتشمس مره واحده في الاسبوع لمده ساعه، او يتغلي مره كمان في الاسبوع لمده 60 دقيقه. للاسف احنا مع كثر استعمال الغسلات بنغسل ننشف ونحطه في الدولاب، لكن الافضل لو يتشمس. ثانيا يفضل كمان عدم وجود الحيوانات الاليفه كالقطط والعصافير، تكون الارضيه الغرفه الطفل سيراميك او تايلز، يكون في تهويه على الاقل مرتين ثلاثه في الاسبوع. ينصح كمان باخذ الطفل خارج البيت، انا جيت كذا مات والله شهرين ثلاثه متخرج الطفل، لا تغيير الجو برضه ينفع، خروج الطفل برا. عدم استعمال البخور وللاسف من الحاجات الكثيره اللي بتستخدم، الدخان كثير من الامهات والاباء، التدخين موجود داخل البيت، لازم التدخين من الحاجات القويه اللي تاثر على مناعه الطفل وسلامة صدر الطفل. لأنه الطفل أرجع أقول يولد ب 25% من حويصلات رئته، وعند السنتين الثلاث القادمة يبدأ يكمل ل 75%. يعني هي كل المشاكل اللي بتسله من الرئة من الصدر؟ معظم الالتهابات تبدأ في الرئة أو في الحلق أو في الأذن. طب متى نتجاوز هذه المرحلة؟ متى هو يبتدي المناعة حقته ترتفع؟ والله بالنسبة للرئة نموه يكتمل على سنتين ثلاثة بالكثير. بالنسبة للمناعة الداخلية يمكن 6 شهور، لكن برضو أنا ممكن أثر عليها. ممكن نتوسع في الإجابة نقول والله إيش الحاجات اللي ممكن تأثر على مناعة الطفل. طيب لو سمحت. مناعة الطفل بصفة عامة، إذا مثلا أول 6 شهور أو 6 شهور نمددها، أنا غير إن استشاري أطفال استشارة رضاعة طبيعية، ومستحيل أروح مقابل لازم أتكلم عن الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية دراسات من 30 سنة ونصائح من 30 سنة أن الرضاعة الطبيعية المطلقة اللي من غير مويه نسون كراوية ورضاعة والهاية أول 6 شهور ونكمل بعدين سنتين، بتزود المناعة يمكن ب15 أضعاف، بتقلل الالتهابات كثيرة من 20 ل30%، فما في شيء الرضاعة الطبيعية للأسف هذا دخيل علينا. غير كذا بعد 6 شهور للأسف من الحاجات اللي بتقلل المناعة كثر استعمال المضادات الحيوية، واحنا كشعب وكمجتمع للأسف أروح الصيدلية اخذ مضاد حيوي وتوفره وتوسع قد ما في قيود للاسف تواجد وسهوله المضاد الحيوي هذا بياثر على المناعه. لما بس انا دائما اسال نفسي دكتور، يمكن احنا عندنا هنا المضادات الحيويه شويه نسبتها اخف او النسبه اللي فيها تكوين الدواء نفسه اخف من اللي موجودين من برا، لانه مش معقول هناك بوصفه طبيه لازم ما نقدر ناخذها بوصفه طبيه، هنا تلاقيها اوفر شيلفز ونفس التركيز حق الدواء هو لا هو نفس التركيز. يعني انا دحين لو خشيت صيدليه في اي صيدليه ممكن اخذ اقوى مضاد حيوي واشتريه من غير اي وصفه، ادفع واشتريه. انا لما كنت في كندا كنت طبيب في كندا، انا نفسي ما كنت اخذ ما اقدر اخذ دواء مضاد حيوي الا بوصفه. لكن سهوله هنا متوجده، هذه من الحاجات اللي بتاثر على المناعه. اكمل الحاجات اللي تاثر على المناعه للاسف بعد سنتين اللي هي الاكل السريع، الهمبرجر والبيتزا. للاسف بيضيفوا فيه مواد تطعم الاكل، لكن الدراسات اثبتت تاثر على المناعه وتاثر حتى على نمو الطفل الصحي الذهني. فهذه من الحاجات اللي بنشوفها كثير. ممكن نتكلم عن الحاجات اللي تزود المناعه. الحاجات اللي تزود المناعه يمكن بعد 6 شهور نبدا اكل الطفل. من البروتينات السمك خصوصا السمك الصغير السردين والتونه والانشوفيز، هذه من الحاجات اللي بتزود المناعه اللي تحتوي على الاوميجا 3 والحمض الدهني. من 6 شهور يقدر ياكل؟ من 6 شهور يقدر ياكل، طبعا احنا نمنع السمك قبل السنه لو كان في حساسيه قويه. البيض كمان نفس الشيء، البيض فيه احماض بروتينيه ودهنيه بتزود المناعه. من الفواكه يمكن الموز، الحمضيات، الكيوي، من الخضروات الملفوف، السبانخ، البروكلي، من الحاجات اللي تزود المناعه، ما يحضرني كلها في لسته لكن من الحاجات اللي تزود المناعه. طبعا العسل بعد السنه ممنوع قبل السنه لانه ممكن يحتوي على بكتيريا تاثر على نمو الطفل، لكن العسل بعد السنه
السنة أنه معلقة عسل في مويه دافئة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعملها، فكان فعلا عسل على الريق في معلقة في مويه دافئة بتزود المناعة. طيب دكتور، إحنا بدأنا بالتقبيل وانتهينا بكيف فإحنا بس يعني اللي نبغى بس نقوله أو نلخصه في هذه الفقرة أنه التقبيل للأم في الشهور الأولى ماشي حاله، بس إلا لو كانت عندها التهابات، مش التهابات تسوس، فهذا احتمال يكون في بكتيريا. دكتور، أنا أشكر تواجدك معنا وأشكرك على هذه النصائح المفيدة. شكرا لك. تسلم. شكرا. مشاهدينا، هذا فاصل قصير ومتابعين معكم سيدتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. أهلا بكم من جديد. سهلت مواقع التواصل الاجتماعي الاتصال بين الأصدقاء في أنحاء العالم، لكنها أوجدت أيضا مجموعة جديدة من القواعد التي تنظم طريقة التعامل مع تلك الصداقات. دعونا بداية نستطلع آراء بعض الإعلاميين في كيفية تطوير أنفسهم لمواكبة التطور على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نعود للنقاش لنتابع. مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها كسرت حواجز متعددة أمام الكبت التي كانت تعيشه معظم وسائل الإعلام. علاقة طردية ومتكاملة بين مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام يراها هشام سليم. أنا متهيألي أن التطور الإعلامي أو تطور الصورة أو تطور الصوت تكنولوجيا ده أسرع من أي حاجة تانية، فالإعلام بتطور علشان الحاجات دي، وكل ما الحاجة دي هتطور كل ما هيبقى تطورها أسرع، وكل ما هنحاول نلحق معها، وكل ما هيكون علينا إن إحنا نوزن كلامنا كويس قوي علشان يتفهم صح. مواقع التواصل الاجتماعي أعطت فرصة للإعلام في الحصول على جمهور أكبر. الواقع أنه الآن النظرة الإعلامية هي نظرة تكامل ما بين الديجيتال ميديا والإعلام الجديد وما بين البرنت. اللي إحنا نتكلم عنه أو نرى الآن أنه التطور التقني والتطور الإعلامي يعطي فرصة وليس تهديد، لأنه أنت حينما تكون عندك محتوى جيد تستطيع أن تصل إلى جمهور ضخم جدا من خلال وسائط متعددة. هذا وترى الإعلامية سوسن الشاعر أنه لابد من ملاحقة ومواكبة المستجدات من خلال هذه المواقع. إذا قلنا عن الوسائل الإعلام الرسمية بعدها ما زالت يعني تسير، تعتقد أن الزمن بيوقف وبينتظرها. أما وسائل الإعلام الأخرى خاصة السوشيال ميديا يعني خلاص فتحت السماوات، تجاوزت كل الحدود، ما عاد في سيادة وطنية ولا في عاد خبر رسمي محصور، الكل أصبح مراسل والكل أصبح محلل سياسي والكل أصبح إعلامي. مش خيارك يعني الحين أنك أنت تقول والله لا ما حابب هالإنستغرام ما حابب هالتويتر، لا ما في عاد خلاص، يا أن تدخل يا تجاوزك الزمن. فيما يجد عبد الرحمن الشميري أن مصداقية مواقع التواصل الاجتماعي مشكوك فيها وتحمل العديد من علامات الاستفهام. يظل الإعلام المكتوب هو الإعلام الصادق، الإعلام المهني، الإعلام المسؤول. الإعلام الآخر أو السوشيال ميديا وغيرها هاي أصبح منتشر ومتواجد يعني، ولكن مسألة المسؤولية والمصداقية في هذا الموضوع عليها علامة استفهام. بينما
مؤيد ومعارض وبين مواكب ومحاول في ملاحقة التكنولوجيا، إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن لهذه المواقع دور هام في انتشال الأعلام من قوقعه. بالرغم من حسنات مواقع التواصل الاجتماعي العديدة، إلا أن أغلب الناس يتجاهلون أداب الحديث أثناء وجودهم في وسط إلكتروني. تتطلب شبكات التواصل الاجتماعي نفس قواعد السلوك المطلوبة في أي بيئة عمل. للحديث عن الموضوع نرحب بخبير الاتيكيت والبروتوكول الدولي الأستاذ طارق أشميري. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا طبعا. في البداية خبرني أستاذ طارق، كيف ممكن الشخص يكون عنده مثلا أسلوب أو طريقة ممكن يتعامل معها مع الأفراد الآخرين الموجودين أكيد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر فيسبوك بطريقة خلينا نقول تكون يعني مناسبة وبنفس الوقت ما تكون غريبة أو مثلا يتعرض لأي مواقف غريبة؟ جميل. احنا أول شيء نبدأ من موضوع الاسم. الاسم هو قد يعني يكون محطة استقطاب للآخرين أو يكون محطة تنفير أيضا. والاسم يؤثر على شخصيتي أنا أيضا. فأعتني بحالتي أنا وباسمي وبملف تعريفي الشخصي مباشرة سواء في تويتر أو فيسبوك، أن أعكس صورة إيجابية عن نفسي أنا، من أكون، أعرف بنفسي، التعريف السليم فعلا، أو إذا في عندي اسم مستعار يكون اسم مستعار يعكس شخصيتي أنا. ما أجي والله أعكس أن اسم مستعار يعكس شخصية مسيئة لشخصيتي أو ضد شخصيتي، مع الأيام تأثر علي الشخصية، مثل اللي يسمي نفسه الجريح والحزين والمهموم وراعي مشاكل، الشغلات هذه كلها تلاقيها فعلا في بعض الأسماء أكيد. والمشاكس وغيرها منتشرة. لا هو يعتقد أنه يلفت الأنظار، فعلا أنت تلفت الأنظار، لكن مع الأيام الاسم هذا يأثر عليه، ببقى عايش حالة يعني أنه أنا جريح أو حزين أو مظلوم أو الدنيا هذه كلها ضدي، شغلات زي كذا تبدأ معايا. فنقول لا، أولا اعتني باسمك، ملف التعريف الشخصي الخاص فيك، اذكر المعلومات الصحيحة اللي ممكن تنذكر، يعني كاسمك كالبوزيشن تبعك وظيفتك شو هي، ممكن تذكر بعض الأشياء البسيطة عنك اللي هي خبراتك مهاراتك اللي ممكن أنت تقوم بها، أعمالك تقدر تذكرها بشكل عام. إذا ما ذكرت هالأشياء اذكر أي مثلا حكمة أو مقولة أو بيت شعر تدل على اهتماماتك. أوكي. والصورة فقط. طيب والصورة أيضا، الصورة تلعب دور كبير خاصة عند البنات، نقول لهم أنه اعتني بصورة تطرحيها، ما تطرحي صورة ممكن تلاقي كثير من قد يكون هناك تحرش أو استفزاز على النت، استفزاز إلكتروني أو غيرها من الفيروسات أو الهكذا اللي يدخلون عليها بسبب الصور اللي هي تتركها. فلا، حتى أنا أعتني ببروفايلي أنا وبصفحتي، وأعتني بأخلاقي وبالأشياء الحوارات اللي قاعدة تصير في صفحتي، يجب أن أعتني بصورتي أولا وأعتني بملف التعريف الشخصي الخاص فيني. هذا في البداية. بعدين أنتقل لمرحلة ثانية اللي هي مرحلة الإضافات. أضيف مين وأقبل مين بالضبط؟ يعني إذا مثلا شخص غريب قام بإضافة أي شخص ما بيعرفه، كيف ممكن يتصرف؟ يعني يتجاهل طلب الإضافة أم يضيفه أم يسأله بالأول؟ يعني شو الطريقة الأنسب لإضافة الناس الغرباء أو لازم نتجاهلهم؟ لا ما لا مش لازم نتجاهلهم، لكن يجب أن أعرف أنا من الشخص هذا اللي طلب إضافتي وشو العلاقة بيني وبينهم. في كثير من الناس يفتح بس فيسبوك أو تويتر ويبدأ يبعث الناس طلبات إضافة آد 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 على طول، ليش؟ حتى يجمع أكبر قدر ممكن من الأشخاص على حساب. طب هذا يعني هذا سليم التصرف ولا إنه إحنا صرنا سليم بعالم هلأ كتير صعب نتواصل مع الناس بطريقة شخصية، صار هذا الأسلوب أسهل لنتعرف على ناس أكثر؟ هو للأسف في ناس تتواصل بطريقة عشوائية وفي ناس عندها معتقدات، تذكرين كانوا يقولون إذا عندك قرش تسوى قرش، اليوم يقولون إذا عندك كثير فلورز على تويتر مثلاً إذن أنت تسوى كذا. فتلاقي الناس يجمعوا بأي طريقة عدد من الناس حتى بالشراء بعضهم، أو حتى فيسبوك يجي يقول لك والله أنا عندي في صفحتي 5000 صديق. وأنت شخصية قد تكون إعلامية وغيرها وما عندك، أخي أنا ما أقبل إلا الأشخاص اللي أنا أعرفهم أو متأكد منهم أنهم أشخاص جيدين قد يسري لي الصفحة. قد يكون عندي 5000 صديق بس ما عندي أي تعليقات في الصفحة، ما عندي تفاعل،
ناس موجودين فتحوا حسابات وخلاص. فأنا ما أفتح أي حساب وأضيف أي شخص حتى أتأكد أنا قاعد أتعامل مع عالم افتراضي. العالم افتراضي فيه المثقف، فيه الجاهل، فيه الدكتور، فيه المهندس، فيه الأديان المختلفة، أصحاب الأديان المختلفة، الأجناس المختلفة، الألوان المختلفة، البلدان المختلفة. يجب أراعي الثقافات هذه كلها اللي قاعد أتعامل معها. وأعرف من أختار. طب في أشخاص مثلا ممكن يتواجدوا معنا في العمل يطلبوا منا الإضافة، مثلا إضافتهم أو يصيروا على حساب على حسابك الشخصي مثلا على الفيسبوك أو رئيس العمل، هل هذا الشيء مثلا لازم يكون في طريقة أو قواعد أو أصول للتعامل معهم، أو عدم الخلط بين الأمور الشخصية والعمل أفضل؟ هو يختلف حسب صفحتي أنا في فيسبوك أو في تويتر. نقول في تويتر الكل يتبع بكل سهولة، لكن في فيسبوك أنا اللي أقبل أو أرفض من يتبعني. فنقول في الحالة هذه إذا أنا صفحتي في فيسبوك هي محصورة فقط لعلاقاتي الاجتماعية لوسطي العائلي فقط، ما أقبل حد، وأعتذر بالإمكان أن أبعث دعوة أو أبعث رسالة على الإيميل الخاص لمديري في العمل أشكر على طلب الإضافة، لكن أعتذر أن صفحتي هذه مخصصة للعائلة، أسوي حساب ما راح يزعل المدير في العمل. هو المفروض ما يزعل. يعني المفروض هو من باب الذوق أنا ما أجي أنا أبعث لأي شخص دعوات إلا بعد ما أطلع على صفحة الشخص هذا أو أستأذن الشخص إذا كان بالإمكان الإضافة أو لا. هذا الأفضل. لكن في كثير من الناس تبعث دعوات بشكل عشوائي لأي شخص كان، حتى بمجرد متعرف عليك اليوم أجي أبعث دعوة قد تكون صفحتي عامة وأقبل الأشخاص اللي أعرفهم عادي بكل يسر، بتتقبلينها أو بيتقبلها هو وبيقبل الدعوة. لكن إذا كان صفحتي خاصة لا، أعتذر من الآخرين، وبالإمكان أسوي حسابين، حساب خاص فيني للعائلة فقط وحساب مجرد. لكن في نفس الوقت أنا أراعي أن في كثير من الناس تستغل الأسماء. تستغل الأسماء، مثلا أنا ممكن اسمي طارق الشميري واحد شخص آخر يفتح حساب انتحال للشخصية. بالضبط، انتحال الشخصية يفتح حساب اسم طارق الشميري ويستطيع أن ينزل صوري كلها من النت ويضعها في الصفحة والناس تعتقد أن هذا هو فعلا طارق. بس أكيد هدول الأشخاص بيتعرضوا للمساءلة القانونية، وفي قوانين ممكن تجرمهم لأعمال مثل في قوانين. القانون يمشي، القانون اللي يمشي دائما على حياتنا الاجتماعية الطبيعية هو يمشي على الحياة الإلكترونية بشكل عام. اليوم التعاملات الإلكترونية والإيميلات وغيرها تحكم ويفرض عليها جميع العقوبات الموجودة في الحياة الاجتماعية بشكل عام. نعم، بالتأكيد يجب توخي الحيطة والحذر إذا مع كل الناس اللي ما بنعرفهم. أكيد خصوصا بكل في ناس كمان بنعرفهم معرفة شخصية بس طفيفة، يعني ما بتكون كتير قوية، كمان هدول ما نكون كمان صارمين معهم وما نسمح لهم ليتعرفوا علينا أكثر. إحنا هو أصبح عالم افتراضي وأصبح حياتنا كلها عايشين إحنا على فيسبوك وعلى تويتر. فالآن أنا لما أجي أمنع من بعض الأشخاص بعض الدخوليات أو الخصوصيات معينة، لما أقول أسوي حساب خاص في الحساب الخاص أقدر أمنعهم، لكن في الحساب العام اللي أقدر أستخدمه مع الآخرين يعني لابد أنهم سيأتوني بحساب أو بغير بحساب ثاني مثلا. فيجب أن أعرف أنا يكون عندي توعية والأشخاص الآخرين عندهم توعية بمهارات وفنون التعامل مع حسابات فيسبوك تويتر. من حقوق ملكية فكرية، من احترام خصوصية، من احترام آراء الآخرين، من التعامل مع الآخرين، لأن أنا قاعد أتعامل مع ناس برقي وباحترام. فيجبني الآخرين يعكسون هذا الشيء، ما أنتظر من الآخرين أنهم يحترموني، أنا أحترم الأشخاص الآخرين. في كثير من الناس أنت ضايفهم عندك في الصفحة مثلا يكتبون تعليقات، يكتبون كومنتس معين، يسوون لك لايك مثلا، لكن أنت تطالع صفحاتهم وتمشي ما تسوي لهم شيء نهائيا، بينما إذا أنت كتبت شيء تلاقيهم متفاعلين معك. فلا، نقول هنا يجب أن يكون في تفاعل من كلا الطرفين. بعدين ما تجبر آخرين على أنهم يضيفوك أو يسوي لك لايك على شيء معين أو يسوي لك رتويت على شيء معين. للأسف بعض الأشخاص يتصل يقول لي الله يخليك أنا سويت كذا، سوي لي رتويت عليه ولا سوي لي لايك عليه ولا سوي لي كومنت، اكتب أي شيء. أوكي. ليش؟ فهذه من الأشياء اللي مرفوضة تماما أنك ما تسويها. لكن أشكر كل شخص يسوي لك لايك، أشكر كل شخص. ممكن أنا صفحات الفيسبوك صفحات تويتر نقول عليها هي ليست صفحات دردشة بقدر ما في هي تواصل اجتماعي أكثر، بعض الأشخاص يحولها إلى دردشة. حسابات تويتر واحد يكتب صباح الخير والثاني يقول له والله صباح النور مشتاق لك كيف حالك، رد عليه والله الحمد لله بخير شو اخبارك، رد والناس كلها اللي يتابعونك قاعدين يقروا الدردشه اللي بينك وبين الطرف الاخر. فراعي هالخصوصيه ايضا واحترم الاخرين، الاخرين ايضا عندهم اشخاص اخرين وعندهم امور ذات اهتمام ضايفينها فيريدون يتابعونها. طب المده الزمنيه تاعت الدردشه اللي اللائقه يعني واللي ممكن ما تضايق الشخص الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي قد ايه ممكن تكون؟ هو انا ما بدردش دردشه الا على الخاص، اما دردشه على العام لا. اذا بتواصل مع شخص في حدود المختصر وتكون على الخاص، بينما احنا نقول عاده يفضل حتى السؤال عن الحال والاحوال يفضل ان يكون عبر الهاتف او بالتواصل المباشر. اكثر من كونه حتى عن طريق الاس ام اس
ليست مع ذوقيات. نعم. طيب كمان أيضا اللغة اللي ممكن نتبعها بالحديث أو من خلال الشات أو المسجات اللي بنبعتها مثلا باللغة الإنجليزية، في ناس بيستخدموا الحروف الكبيرة بتدل ممكن على الغضب أحيانا، ممكن الشخص الآخر يفهمها غلط. كيف ممكن نتبع لغة مفهومة وبسيطة كمان ما تكون مزعجة للأشخاص التانية؟ باللغة الإنجليزية ما نستخدم الحروف الكبيرة وما نستخدم تكرار الحروف، حتى بالعربية ما نستخدم تكرار الحروف كثير جدا، لأن هذه أيضا ليست من الذوق، ليست من الآداب في تعاملاتها، خاصة في صفحات التواصل الاجتماعي. ممكن استخدمها أنا في صفحات الدردشة الخاصة، استطيع ان استخدم هالاشياء، لكن في الصفحات العامه حتى في البريد الالكتروني يقول ما تستخدم الاحرف الكبيره، لان الطرف الاخر يعتقد ان هذا توبيخ له او صراخ. نعم. معنى او غضب، تعبير عن استياء معين. وفي ناس كمان اخرين بيحولوا صفحاتهم الى معلقات من الشتائم، يعني بضلهم في قذف وفي سب. كيف ممكن الواحد يبتعد عن هاي الامور او ابدا ما يكون موجود في وسطها؟ عندك خاصيه مثلا في الفيسبوك انك تمنع الاخرين ينشرون في صفحتك، او اذا اي حد نشر في صفحتك الاخرين الموجودين اصدقائك ما يشوفون الاشياء المكتوبه او اللي انتشرت، غير الكومنتس اللي انت تخليه والتعليقات اللي موجوده تحته. هذه طريقه من الطرق اللي اقدر امنع فيها، اقدر انه اسوي انفولو خلاص. نعم. الغي متابعتي للشخص هذا وارتاح يعني من الاشياء اللي قاعده تنحط فيها. نحن نقول انه عاده وسائل التواصل الاجتماعي المفروض احنا كناس مثلا مثقفين او اعلاميين او غيرنا من الاخر من الاشخاص اللي قاعدين يشوفون الان كمجتمعات عربيه نرقى باخلاقنا من خلال التواصل الاجتماعي. هذه نحولها الى ديوانيات للفائده، للالفه، للموده، للمحبه، يعني نشر الايجابيات. نعم. ما نتبع فقط السلبيات ونحاول ان احنا نكبر من السلبيات ونبدا نتكلم على خصوصيات الاخرين. في بعض الاشخاص اذا انا تعارضت معك في رايي او في فكره معينه وكتبتها في تويتر تلاقيه نزل علي واتهمني باشياء معينه، يا اخي اتكلم عن الفكره هذه، انا ما قصدتك انت شخصيا، ولا تاخذ في بالك ان الاخرين يقصدونك شخصيا، هم يقصدون الفكره او الكومنت او التعليق او الراي او وجهه النظر اللي انت كتبتها. فعليك ان انت تتناقش وتجاوب أو ترد عليها بما يوصلنا الاثنين إلى نتيجة. نعم. ما تحولها إلى جدال ونقاش لا ينتهي إلى نتيجة، وإنما ينتهي إلى أن أنا أفرض عضلاتي وأبرز لك أن أنا استطعت الانتصار عليك في هذا الموقف. نعم. نتمنى كل الناس تراعي الأسلوب اللائق في عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنشر أكيد كل المحبة والخير زي ما حضرتك قلت. إن شاء الله. خبير الأتيكيت والبروتوكول الدولي الأستاذ طارق أشمري، شكرا كثير لك. عفوا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة حلقتنا لليوم، ابقوا معنا. سيدتي بعد الفاصل. شيفت موقع إلكتروني يساعد طالبات سعوديات للبحث عن فرص العمل. أهلا بكم من جديد. The Shift هو الاسم الذي أطلقته مجموعة من الطالبات السعوديات على موقع إلكتروني يتيح التسجيل لكل من لديه قدرة على الإبداع والموهبة وإيصال مهاراته لسوق العمل. التفاصيل مع خلود من الرياض. إليك خلود. شكرا دانا. نتعرف أكثر عن طريقة عمل هذا المشروع بهذا التقرير ثم نعود إليكم أعزائي المشاهدين. مما يعجبني في قائمة ذا شيفت أنها كوادر من بنات وطني في ريعان شبابهم يستطيعون أن يصلوا بين مؤسسات خاصة وربما حتى حكومية مع كوادر مميزة من أبناء الوطن. عندنا مواهب كثيرة موجودة في المجتمع، الشباب تفوقوا في مواهبهم وتعددها. إذا أنت عندك موهبة وما عندك مكان عمل تعمل فيه، سجل في موقع ذا شيفت، وموقع ذا شيفت يتكفل انه يوصل موهبتك هذه ايش ما كانت. الغرض منه انه يكون مثلا حلقه وصل بين الفريلانسرز اللي هم اصحاب الاعمال الحره وعملائهم، فاحنا نكون لهم يعني مكان انهم يتواصلون، نوصلهم في بعض. الموقع إذن يقدم خدمات للمبدعين، يقدم خدمات للعاملين، يقدم خدمات حتى لمن لا يستطيعون العمل مباشره ان يعملوا عن بعد. سبب إنشاء المبدعون السعوديون هو لتسليط الضوء على الشباب والشابات السعوديون
والسعوديات اللي لهم بصمة في المجتمع السعودي. بمجرد موقع وبالموقع فكرة، وهذا سيعزز فعلا الحركة التوظيفية العامة وسيعزز من تقدم الشباب، وبالتالي سيكون معززا قويا للمجتمع بأكمله. وأحب أشكر أستاذتنا ريم صديق أنه هي شجعتنا، يعني هي كانت السبب أننا يعني عملنا هذا البروجكت اللي كان يعني كان بروجكت الكورس تحول إلى ريل لايف بزنس. إن شاء الله مستقبلا إحنا نبغى ناخذ the shift، يعني نبغى نوصله، يعني we want to take it to the top. The shift، تواصل معنا، تبدع معه. مرحبا أعزائي المشاهدين، والحديث أكثر عن المشروع نرحب بالطالبة روان العمير وهي عضو في مجموعة ذا شيفت. مرحبا روان. أهلين. كيفك؟ ونورتي نفسك سيدتي. الله يسلمك نور. إيش الجمال هذا؟ الله يسلمك. صراحة ما شاء الله تبارك الله إبداع، يعطيكم العافية وفعلا صراحة. طيب أول شيء نبغى نتكلم عن فكرة المشروع. فكرة المشروع هي بدأت، هو كان بروجكت في كلاس إنترنت بزنس في الجامعة. جميل. إحنا 28 طالبة. بدأت الفكرة أنه في الكلاس إحنا قاعدين طبيعي كل واحدة تقول فكرة هي حابتها، تحس أنه هي ناقصة عندنا في الرياض مثلا، في البزنس فيلد عامة، حلو، في الماركت. بعدين واحدة من البنات طلعت الفكرة، وسبحان الله خلاص نمت علينا الفكرة، يعني خلاص فصار يعني صار يعني الفكرة نقول صار تصويت. بعد تصويت. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. طيب طب مين الأشخاص اللي تحسين أنه اللي معاكي دعمتوا بعض بقوة لإنشاء الموقع هذا؟ من الطالبات يعني؟ إيه؟ والله كل أحد، يعني كل واحدة حاولت أنها تحط بصمتها في الويب سايت. جميل. كل واحدة حاولت أنه يعني حتى لو أنا أشتغل في ديبارتمنت وأحس نفسي أقدر أنتج في ديبارتمنت ثاني، إيه؟ لا بساعد وبكلم وبقول لا وكذا. طب كيف يتم إيصالهم بسوق العمل؟ يعني كيف توصلون أي أحد بيكون يسجل في الموقع هذا يكون فيه التواصل مع سوق العمل؟ لأن إحنا نعرف أكثر الأسار الحين أكثر مساكين بيقدموا على عمل عندهم الصعوبة الكبيرة إنه ما بيقدر يدخل على المكان الرئيسي أو صاحب العمل. أنتوا كيف سهلتوا الموضوع هذا بموقعكم؟ إحنا عندنا اللي هو فريق العمل حقنا التسويقي. جميل. مرة 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 يعني يشتغلون يعني أضعاف شغل كل الباقي ما شاء الله، من كثر ما هم يعني يبغوا يوصلوا ذا شيفت لكل مكان. حلو. فهم راح يتواصلوا مع الشركات. جميل. ويتواصلوا مع عن طريق الدعايات. جميل. عن طريق اي شيء ممكن انه هم يحسون عن طريقه راح يوصلون. طيب روان، عندكم شروط معينه للتسجيل في الموقع هذا؟ لا، يعني ابغاك تكلمي لي اكثر عنه. حنا عن الويب سايت ما حبينا انه ابدا انه وي ليميت يعني مين يشارك في الويب سايت ومين لا. جميل. فخلينا انه الباب مفتوح. سو اي احد عنده اي عمل اي عمل حر. حلو. يبغى او فكره يعني زي مشروع. ما قالوا كمان الدكاتره معكم يعطيهم العافيه، ان كان نوجههم تحيه الدكتور طارق والاستاذ سليمان يعطيهم العافيه، انهم يوم قالوا ان الابداع انكم تحتضنوا اي احد يكون مبدع ما شاء الله، حتى زميلكم ما انت اعتقد بتحيه احنا ما نعرف. اوكي، فانه انتم هل بس فقط للمبدعين ولا انه ممكن انكم تساعدوا الناس اللي عندهم فكره ويبغى كمان يبغى احد يساعده، يعني بتسووا له جلسه انه بتعلموه كيف يسوق لعمله هذا او كيف بيعمل لعمله؟ لا احنا حاليا ما عندنا جلسات انه تدريب. جميل. لا احنا حاليا، لا هي مو تدريب، هي احتضان. احنا ايه. تقريبا يعني الويب سايت تقريبا كذا يسوي. جميل. انه اعرض عندنا ايه. مشروعك. حلو. اعرض صور، اعرض كل اللي عندك. ايه. اعرض طرق اتصال. جميل. وان شاء الله عن طريق الويب سايت. حلو. اي احد انترستد يعني they're gonna contact you. جميل. حلو، يعني يتواصلون معهم. أيوة. حلو. طيب كيف واجهتوا صعوبات روان؟ صعوبات والله واجهنا صعوبات كثير. بس ان شاء الله انه يعني
أصعب شيء واجهناه إنه إحنا 28 طالبة. ما شاء الله. يعني 28 طالبة. أوكي. صعب إنه يصير كلنا فكر واحد، نفس الآراء، طبعاً نفس. طبعاً. فالحمد لله، بس يعني قدرنا عن طريق التصويت إنه خلاص نوصل للأفكار. تصويت انتخابات؟ لا تقري، يعني هي الفكرة تنعرض وهذا. جميل. وكمان. طب إيش كمان؟ كمان صعوبات إنه السبونسرز، الرعاة. الرعاة. يعني كيف تقدري توصلي للشركات إنه فكرتك؟ وانه صح. ليش هم حيساعدونا احنا؟ ايوه جميل. واحنا تونا يعني ما يعني لسه احنا ايوه. طب لين الحين ما لقيتوا مثلا رعاه؟ الا كثير الحمد لله، يعني يعني جاء جوكم رعاه ممتازين؟ ايوه عادي ترى ما في كاميرا الحين. لا لا الحمد لله وصلنا قدرنا. انا ليش اقول كذا؟ دائما متعبين الرعاه. يا رعاه انتم زي العسل والله العظيم، وعندنا طلاب وطالبات زي العسل وافكار وابداع، يبغوا منكم مساعدة وانتم الكسبانين في الأخير. لا والله جونا رعاة مرة يعني دعمونا كثير. طيب ما شاء الله تبارك الله. عندك أحد بتوجهي له شكر؟ اي ابغى اوجه شكر لساودي برومو انهم سوونا الويب سايت كله. يعني وهم تكلفوا فيه وساعدونا بالافكار وساعدونا بكل شيء. يعطيهم العافيه، واحنا نوجه لهم كمان شكر معك كمان نفس الطريقه. طيب نبغى نعرف كمان كيف كانت ردود افعال المجتمع عامه على موقع ذا شفت؟ كان تلقيت وكان في إقبال، كان في ما شاء الله تبارك الله استفسار كثير. أيوة إيه؟ يعني كثير ناس، يعني حتى يوم الإيفنت كثير ناس كانوا جايين هم ما يعرفوا إيش تشفت. أيوة يعني جايين يستفسروا طبعاً. وهو هذا المطلوب الحمد لله يعني. فلقينا يعني يعني ما شاء الله لقينا ردود فعل جميل. يعني كثيرة. حلو جميل. طيب عامة نبغى نسأل روان. أوكي إحنا نعرف روان هي المتحدث للمجموعة الرائعة اللي كانت تتمنى أنها تطلع معايا في الكاميرا. يا ليت. أوكي بس الاستوديو عندي ما يسمع. أنا هذا اللي يعجبني صراحة يا أعزائي المشاهدين، أنا كل طالب أو طالب بيجيني بيلفت انتباهي الاتحاد هذا اللي بينهم ما شاء الله، وبيجوني مجموعات يعني ودهم فعلا كلهم يطلعون يتكلمون كأخوان، فإن شاء الله يديم هذا دائما المحبة بين كل طلابنا وطالباتنا وشبابنا عامة وشاباتنا. نرجع لروان، نبغى نعرف الحين أفكاركم، أفكار ذا شفت المستقبلية، إيش عندكم فيه كمان طموح وعندكم أحلام وممكن تطورونها؟ إن شاء الله إحنا نبغى نطور ذا شفت، نبغى نوسعه، نبغى ما يكون بس هو يعني في الرياض ولا بس في السعودية، نبغى إن شاء الله نكون يعني في الشرق الأوسط. جميل. إن شاء الله. ونبغى يعني نبغى زي ما كل أحد يفكر إنه فيديو، يعني حنفتح يوتيوب. جميل. نبغى كل ما أحد يفكر إنه عمل حر ولا فريلانسينج. جميل. يفتح ذا شفت. الله روعة. طب حلو كذا يعني، وإحنا نشج يا رعاة مرة ثانية. نبغى يصير شرق أوسط وحركات وروان وبناتنا كلهم يسعدهم ربي. بس أنا سمعت يا روان إن يقولون بدوا الشباب يغارون منكم في الكليات وكذا، سوون تحديات بين بعض إنكم من كل واحد مشروع يفوز. هو في مشاريع كثير. أيه يعني أيه. بس هو كل احد كان ماخذ يعني جهه معينه. كل واحد كان مشروع غير. بس احنا ليه الحين ما احنا شايفين البنات؟ انا مبسوطه. بيغارون منهم. يعطيكم العافيه. طيب يا قلبي ايش عندك كلمه اخيره ودك توجهيها؟ كلمه اخيره ابغى اوجه تحيه وشكر لكل زميلاتي اللي يعني لولا كل واحدة وكل هالإنبوت يعني في البروجكت كان ما صار ذا شفت. وأبغى أشكر أستاذتنا مسري بن صديق، يعني لولا هي دعمتنا ودائما تقول لا يعني لا تحسون إنه أنتم ما تقدرون، لا أنتم تقدروا حتى لو أنتم صغار، حتى لو أنتم لسه ستودنتس معليش. وأبغى أشكر الرعاة كلهم اللي ساعدونا سواء للإيفنت وللويب سايت، لولا دعمهم احنا يمكن ما قدرنا نوصل كمان، واهالينا والجامعه ويعني كل احد وقف معنا. يعطيكم العافيه. واحنا يا روان نتمنى لك كل التوفيق كمان. خليكم ربي، احنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح لك ولزميلاتك وللفريق كله ولكل شاب وشابه فيهم الاجتهاد هذا والابداع هذا. على قول صديقهم اوكي، اذا دخلت موقع شفت وعندك ابداع ما بتندم. صح عليكم موقع شفت. يعطيكم العافيه. وفاصل وواصل بقيه برنامجنا سيدتي، انتظرونا. متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي سيدة المجلات العربية.
سيدتي نت معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل. الليلة روتانا خليجية تتوج نجم إكس فاكتور. أهلا بكم من جديد. وصلنا إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ مع تويتر، حيث تحدث مغردي تويتر عن مرحلة ما بعد الفشل، موجهين العديد من الرسائل الإيجابية لمن ضعفت همته. تقول المغرد عهد: لا تعتبره فشلا، اعتبره درسا وتعلم منه. ستجد من يحطمك ومن يشمت فيك، أعطهم ظهرك وحاول مرة أخرى. وترى المغردة هند أن تستجمع قواك وتنهض ببأس أشد وجدية في إزاحة ركام الفشل لتبدأ في التفوق والنجاح. ونتابع مع اليوتيوب إعلان إبداعي عن التعاون والعمل الجماعي. لنتابع. Smarter to travel in groups. أما من صفحة سيدتي دوت نت على الفيسبوك، تمكنت الفتاة اليابانية سوغي من حصد شهرة كبيرة بفضل رسوماتها الرائعة وشديدة الدقة لشخصيات الأنيميشن اليابانية على القهوة اللاتينية ببراعة. وبدأت الرسم من فترة قصيرة، تمكنت خلالها من رسم العديد من الشخصيات الكرتونية اليابانية الشهيرة باستخدام أعواد الأسنان ومشروب الشوكولا والكوكتيل كمواد لشخصيتها، وتقوم بتصوير أعمالها ووضعها على تويتر لتكتسب شهرة عالمية. ومن سيدتي دوت نت على تويتر، دخلت الفتاة الأوكرانية فاريا أوكولوفا في موسوعة جينيس كأقوى فتاة بالعالم لحملها أضعاف وزن جسمها، وقد نجحت في إظهار قوتها الجسمانية من سن عامها الأول، حيث استطاعت الوقوف على يديها، وفي سن عام ونصف استطاعت التشقلب، وفي عامها الثالث بدأت في أداء الحركات الإكروباتية. وقد استطاعت الفتاة في سن السادسة من حمل والدها الضخم على ظهرها أثناء حملها ثقلين بيديها. واستطاعت فاريا تسجيل أول رقم قياسي لها في جينيس عام 2000 بعدما استطاعت حمل 100 كيلوغرام رغم أن وزنها لم يتعدى 40 كيلوغراما. ننهي جولتنا مع أخبار المشاهير، وفيها مسلسل عن حياة وديع الصافي قريبا وخليجية تتوج اليوم نجمة إكس فاكتور. لنتابع. نبدأ نشرة أخبار المشاهير من بيروت، حيث كرمت مدرسة رأس بيروت الدولية العملاق وديع الصافي على أبرز الأعمال التي قدمها وأغنى بها لبنان بحضور نجله جورج الصافي والفنان جوزيف عطية. إلي الشرف وإن مثل حبيب القلب وبي وبي كل أصيل بهالبلد، وإلي الشرف كمان يكون بهالصرح الأصيل وأصحابه الأصيلين بالصغرة فيكم.
اللي عم بيربوا كمان الأجيال الجديدة على الفن الأصيل والمسل العليا اللي نشرها وديع الصف. قد ما نحكي عن الدكتور الكبير وديع الصافي بنضل مقصرين، لانه عن جد هالانسان يلي عطى كثير للفن اللبناني، وغير انه عطى فن عطانا مدرسه بالاخلاق وبالتواضع. بتخيل رح يضل ان شاء الله رمز لكل جيل الشباب ولكل جيل الفن الجديد. ذكر أن فيلما سينمائيا عالميا عبارة عن سيرة ذاتية للعملاق وديع الصافي ما زال قيد التحضير، وما زالت الشخصية التي ستلعب دور وديع الصافي غير معروفة حتى الآن. شهدت حلقة الأمس من برنامج اكتشاف المواهب إكس فاكتور عدة مفاجآت، أبرزها استمرار المتسابقين الثلاثة محمد الريفي من المغرب وإبراهيم عبد العظيم من ليبيا وأدهم نابلسي من الأردن إلى اليوم، وذلك على الرغم من إعلان البرنامج عن خروج الحاصل على أقل الأصوات في ليلة الأمس. ومن مفاجآت حلقة الأمس أيضاً هو تقديم المتسابقين لأربعة عروض غنائية، الفقرتان الأولى والثانية غنى بهما كل متسابق منفرداً، وفي الفقرة الثالثة غنى كل متسابق مع مدربه. أما في الفقرة الرابعة فاشترك المتسابقون الثلاثة في تقديم أغنية مزجت بين أغنية الفنانة إليسا وأغنية الفنانة كارول سماحة كتقدير وشكر على جهدهن. لو تعرفوا لو يوم شفتوا كلموا عن ناس هنا بيحبوا وفكروا فاتني وبستناه وكمان بعرفوا من فات حبيب وبتاه وبص أنا إزاي وإزاي حالي في باله وبص باله بلساه شوانا وأمانا كل اللي هذا. وستشهد الحلقة الأخيرة من برنامج إكس فاكتور اليوم أكثر من مفاجأة، منها استضافة النجمة العالمية ليونا لويس الفائزة بلقب إكس فاكتور ببريطانيا قبل 7 سنوات. ننتقل إلى مهرجان كان الذي كرم هذا العام أسطورة السينما الممثل جيري لويس 87 عاماً، والذي يحتفل ب 64 سنة من العمل الفني مع الفيلم ماكس روز للمخرج دانيال نوا. إنه أول فيلم للمخرج، أما الممثل فقد مثل في 70 فيلماً. ويتقمص جيري لويس في الفيلم شخصية ماكس روز عازف موسيقى جاز. How about you give this Haldol a try, huh? Yeah. I'm gonna stay tonight. Why don't we make some dinner? Good, honey. I like that. Yeah. فاصل قصير ونعود من بعد لمتابعة فقرة سيدتي لليوم، ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدة
سيدتي بعد الفاصل. فتيات سعوديات يطلقن مشروع لغتي هويتي لدعم اللغة العربية من الخلط. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لغتي هويتي هو اسم الحملة التي أطلقتها مجموعة من الشابات السعوديات في محاولة لهن لدعم اللغة العربية بعد انتشار اللغات البديلة واللغات الدخيلة على لغتنا العربية. خلينا نشوف أول مقطع لأول أعمال هذا المشروع ونعود للحوار. معنا شابتين من هذا المشروع زينة إلياس وود نسيم. أهلا وسهلا بكم. أهلا. المشروع اسمه لغتي هويتي. لغتي هويتي، إيش اللي دفعكم لهذه الحملة؟ إنه دحين يعني الأجيال اليوم صاروا بيستبدلوا الكلمات الهجينة بيستبدلوا الكلمات العربية بكلمات إنجليزية طبعا تبعا للسياسة للقوة السياسية والاقتصادية اللي في العالم. بس نحن اليوم بهذه المبادرة إن شاء الله حابين إننا نطور هذا الشيء ونخلي إنه ما عاد يكون تطوروا نفس يعني اللغات ولا لا قصدي إنه يعني ننفي هذا الشيء من الوجود. تنفي من الوجود؟ أيوة. ليه أنتوا ليه متضايقين؟ مع إن أنتوا المفروض الفئة اللي أكثر ناس بتستخدموا هذه الكلمات صح؟ طب ليه بتحاولوا تحاربوا؟ مو بنحارب بس بنحاول نستبعد الكلمات الهجينة اللي ما لها أصل عربي زي فلة قطة استكوال زي دي الكلمات. طب ليه معجبينكم؟ شوية يعني خفيفة على الإذن. أيوة بس هذه في الآخر لغتنا العربية. طب أنتوا في البداية حكينا على البداية، أنا سمعت أنه أنتوا في الأول كان لكم جولة على المدارس كنتوا بتحاولوا أنه أنتوا تاخدوا الدعم كمان من طالبات المدارس والمدارس نفسها. حكوني عن البدايات حقت الحمد. نحن يعني على خريطة جدة توزعنا على المدارس طبعا وسط شمال شرق غرب. بعد يعني سوينا فريق اتحاد الطلبة في المدرسة. بعد كده رحنا زرنا المدارس وعشان نشرح الفكرة والمبادرة وكذا وكل واحدة وكل مدرسة تسوي مشروعها الخاص هي كيف ممكن تدعمنا أو كيف ممكن تطلع فكرة أو كذا ممكن تساعدنا نحن ننشر الفكرة بسرعة في جدة. طب كيف لقيتوا الإقبال من المدارس من الطالبات؟ الحمد لله يعني للآن في 3 مدارس تعاونت معانا وحاليا بنطبق يعني المبادرة هذه في مدارس ثانية بس طبعا عشان دحين اختبارات. اللي عرفته انه المبادرة هذه كانت من سنتين في بيروت صح؟ وانتوا كان لكم ورقة عمل مشاركة أيوة فيها. ايوه بس ورقة عمل غير يعني مو على هذه المبادرة. طب حكيني يعني هذه الورقة العمل عن اصلا المبادرة اللي ابتدت في بيروت، هل هي نفسها نفس الاهداف حقت هذه الحملة حقتكم؟ ايوه احنا اعلنا عن هذه المبادرة في المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية قبل سنتين اللي كان مقام في بيروت بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وقبل إلهام عزي والأستاذة فريدة فارسي راحوا هناك وقدموا ورقة عمل عن المناهج فيعني اتناقشوا هناك وقبل إلهام أعلنت عن هذه المبادرة. تعرفين من هي قبل إلهام عزي؟ قبل إلهام عزي هي مشرف عام مدارس الحمراء. فهذه السنة قبل إلهام برضو بالنيابة عنها راحت في دبي كان المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية وطبعا قدمت ورقة عمل اللي هي هذه المبادرة عن هذه المبادرة. أيوة أيوة. طيب أنا أبغى أعرف منكم بالضبط كمية الاستهجان أو كمية عدم قبول هذه الحركة من الشباب خصوصا الكوليين دحين، في لقيتوا هجوم مثلا منهم يقول لكم سيبونا يعني في حالنا خلينا نتكلم براحتنا؟ طبعا اي فكره او اي نقد او يعني اكيد حيكون في رفض للفكره. لقيتوا رفض يعني اكيد بس ايش قالوا لكم؟ احنا واثقين انه هذه الفكره ما حيكون فيها نقد او رفض. بتقول لي جاكم رفض ونقد؟ لا ما حيكون بكميه يعني كبيره لانه احنا يعني اللغه العربيه في كل ضمير عربي
وتمس كرامة لأنها لغة القرآن يعني. صح، هي اللغة العربية موجودة، بس هي يعني في كل بلد كمان ليهم السلانج أو لغة الشارع، فبتكون مقبولة ما هي مستهجنة. ليش أنتم مستهجنين ده الموضوع؟ يعني دائما المراهقين أو صغار السن بيكون عندهم لغتهم الدارجة، يعني ما لها دخل باللغة العربية أو مساس اللغة العربية، ولا أنتم شايفين غير كده؟ هو صح يعني. طبعا، بس يعني انه دحين شايفين اللغه الانجليزيه هي الاكثر انتشارا طبعا للقوى السياسيه والاقتصاديه في العالم اليوم، بس ما مين يعرف يعني زمان احنا كنا طبعا اللغه العربيه هي كانت اللغه الدارجه، فيعني يمكن يجي يوم ان شاء الله ترجع اللغه العربيه. فاحنا موجوده يعني اللغه العربيه موجوده. لا بس قصدي يعني لا بس كقوه كلغه قوه بالضبط. طيب انا بس بسالكم يعني قد ايش متوقعين ان حملتكم هذه تنجح؟ قديش متوقعين مثلا بعد ما انتوا تطلعوا هذه الحمله نلاقي انه ما بين البنات والشباب والشابات ان هم بيتكلموا لغه عربيه؟ هل انتوا بتطمحوا كمان اللغه العربيه فصحى ولا اتليست اللغه العربيه بس؟ لغه عربيه مو شرط فصحى. ايوه، قديش شايفينه ممكن الحمله تنجح ان شاء الله؟ يعني اذا ساعدونا والمدارس يعني تحمست معانا وصارت الحمله وصاروا يعني يصير في تجارب، ما حيقولوا عليكم ياي بلدي مره ما انتوا كول؟ ما انتوا خايفين كده؟ هو كده يعني حيكون في فئة من المجتمع كده طبعا، لكل يعني مبادرة أو حملة يعني بيكون لازم في إيجابيات وفي سلبيات. طيب أنتوا يعني بينكم وبين نفسكم ما بتقدروا تستخدموا هذه؟ إلا طبعا يعني أصلا التغير ما حيكون تغير لحظي، تغير حيكون على المدى يعني البعيد. أنتوا بتحاولوا بتلاقوا أنتوا بتكلموا مع بعض تتدارجوا نفسكم وتروحوا تقولي لا أقول هذه الكلمة بدل هذه الكلمة؟ إلا مزبوط، إحنا بدأنا كده يعني على الجروب اللي على الواتساب، هذه الأشياء يعني البسيطة حتى اللي بيننا، لانه دحين كلنا صرنا نتكلم اللي هو الانجليزي المعرب اللي اغلبنا دحين صار بيستخدمه، بس دحين كلنا يعني اغلبنا على الجروبات بدانا نتكلم اللهم انه عربي يعني عشان انه ان شاء الله يعني على المدى البعيد بعد سنتين ثلاث سنين اربع سنين انه خلاص يعني اللغه العربيه هي تصير السائده. طب حكوني انا اكثر الكلمات المنتشره، يمكن انا من جيل مختلف عن جيلكم شويه. عندك قطه، فله، استكوال. استكوال دي من كول. ايوه. ايش كمان؟ ليش في كمان؟ خاصة أكيد كل المشاهدين عارفين يعني. أنا ماني عارفة، قولوا لي يمكن أنا ماني فاهمة. عندك استفلال من فلنا. أنا عجبني إن أنتم ما أنتم عارفين، يعني معناها إن أنتم محاربين هذا. لا أكيد عارفين بس يعني في هذه اللحظة ما في شيء يعني بيجي في بالي. طيب أنتم حكيتوني عن اسمين إلى الآن، اللي دكتورة فريدة فارسي مديرة مدرسة الحمراء، والمشرفة أستاذة إلهام عزي. مين كمان ساعدكم على في هذه الحملة وفين ناويين تكملوها؟ أستاذ قصور الخطيب لشركة فول ستوب، الصراحة مرة ساعدنا جدا واهتم جدا بالحملة. وكمان السبونسرز حقوننا منا سنتر، إيمان شيخ هناك منا سنتر، وكمان احنا نتكلم على 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 مين اللي يعني اللي خلاكم فعلا فعلا تؤمن بهذه الفكرة ان هي ممكن تنجح ممكن تغيره؟ يعني اهاليكم في البيت، اخواتكم، صحباتكم في المدرسة؟ صحباتنا في المدرسة، احنا عندنا سفيرات في المدرسة وزي ما قلت لك اتحاد الطلبة، فلما نجي نجتمع نسوي اجتماعات واحدة كلمة فكرة على فكرة، ايش حنسوي، ايش ممكن نسوي، كيف حروح المدارس، كيف نحمسهم، ممكن نسوي بازار، ممكن. طيب انتوا اوريدي مريتوا على المدارس، المفروض كل مدرسة طلعت بافكار، ممكن تحكونا على الافكار، وصلت لكم الافكار ولا لسه؟ هو يعني بعضها انطرح في اللقاءات يعني، بس يعني كان جدا يعني مثلا نعمل مثلا مؤتمر كبير في جدة، ممكن اننا نشرح فيه المبادرة هذه والافكار اللي يعني حتطلع من جديد، هذه احد يعني من الافكار اللي طلعت بيننا. زي ايش الافكار اللي طلعت؟ مؤتمر، قلت لك انه ممكن يصير مؤتمر كبير في جدة زي نايت مثلا لما كان في جدة، انه ممكن فيه نطرح بالضبط الافكار اللي هي ممكن انها تساعد على يعني انه المبادرة هذه تستمر. طب في اي رساله تبغوا توجهوها قبل ما نختم الفقره؟ يعني ان شاء الله الناس يدعمونا وانتم تدعمونا دائما والناس تتقبل معانا ان شاء الله. انا يعني اتمنى لكم كل التوفيق، التوفيق في هذه الحمله والتوفيق في امتحاناتكم بكره، يعني انا متاكد ان انتم قادرين تتكلموا معايا، مخكم شغال في امتحانات بكره. يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم. يعافيك، شكرا على الاستضافه. شكرا لكم مشاهدينا، هذا فاصل مكملين معاكم سيدتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء،
لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي بعد الفاصل، تصاميم مبتكرة من أجمل الأحجار الكريمة. أهلا بكم من جديد. قبيل بدء فصل الصيف في لبنان تنطلق النشاطات الثقافية والترفيهية، كان آخرها بيروت ديزاينر ويك الذي جمع على الواجهة البحرية للعاصمة بيروت أكثر من 70 مصمم للأزياء والمجوهرات والقبعات. لنتابع. بيروت ديزاينرز ويك هو معرض للمصمم اللبناني اليونغ، المسألة زمان بلش بمهنة التصميم. حبينا ننظمه بالزيتونة باي لأن أوتدور فانيو كتير حلوة وأحلى لوكجري بلاتفورم على واجهة بيروت البحرية، بما أنه في ممشى بحري كتير حلو وطويل لقينا أنه كتير بناسب يعني استراتيجيكال أنه نعمل هالمعرض هون. في عندك الفاشن ديزاينر يلي هو بيصمم بريتا بورتي وهوت كوتور، وعندك البارت الثانية اللي هي كل شيء تابع للألبسة مثل الأكسسوار شوز باجز وهاتس وسكارف اكسترا، وعندك البارت الثانية اللي هو جوالي، في عندك فاشن جوالي وجولد جوالي، والبارت الثالثة هي كل شيء هوم اكسسوارز. شغلين من البرايدل للكوتور للبريتا بورتي حتى سويمينج سوتس والاكسسوارز. اكسسوارز بتضمن كل شيء شوز وباجز وطبعا اكسسوارز، بس سنس بالفابريكس استعملنا اكثر شيء دانتيل بيرل، حتى بفصلتين الاعراس دخلنا بيرل، واعتمدنا على الترافاي ماتير يعني كل شيء شغل على القماش. هيدي السمر كولكشن تبعي اسمها The Enchanted Sea، مستوحيه من البحر. على طول بستعمل كورسيتس ببينوا الجسم بطريقه حلوه وهيك. باليت الالوان اجمالا على الفاتح على الباستيل مشتغل وذ تاتش اوف كلر كمان بتضلنا بمود الصيف. كان بدي شيء شوي فونكي روك اند رول ستايل وكمان مع كتير الوان، لكن عندي جام هي بتجي مع جرافيتي كل شيء سكولز وكل شيء هيك على الموضه للتينيجر وهيك، انه انا كمان هيك عندي شوي روك اند رول ستايل تايب. بعدين عندي الشابويات بيجوا اكثر كلاسيك مشغولين مع قصص ذهبي شوغوفسكي دونتيل. نبقى مع الموضة وندخل عالم الأحجار الكريمة. اختارت كهرمانة اسما تجاريا لتصاميمها لما في هذا الحجر من سحر وخبايا منذ الأزل. درست الحاسوب لكن حبها للمجوهرات المتأصل بعائلتها جعلها تختار ركنا هادئا لها وأبدعت في تصميم الأحجار الكريمة. معنا بالاستوديو مصممة المجوهرات زينب اسكندر. أهلا وسهلا فيك زينب. مرحبا، أهلا فيك تسلمي. زينب، عندنا بالاستوديو اليوم تصاميم كتير متنوعة مختلفة من المجوهرات اللي ميزها الكهرمان، واسم علامتك التجارية الكهرمان. شو سبب حبك لحجر الكهرمان؟ هو يعني حجر الكهرمان حجر نادر وحجر له تاريخ عريق، يعني من زمن الفراعنة كانوا يستعملوه، حتى كانوا يستعملوه بالبخور بعد مش باللبس يعني. نعم، ريحته طيبة. أي ريحته طيبة، وحتى في قسم من المسابح بالاستعمال تطلع رائحة بعد. وفي قسم فيهم حشرات، فإنه الحجر حلو ومتعارف عليه بالبلدان العربية، يستعملوه بالمسابح فقط. نعم. يعني مو كثير تشوفيه بالمجوهرات، يعني أكثر شيء الألماس والذهب طاغي على المجوهرات. فإنه أجتني الفكرة حلو يعني أرجع أحبب الناس بحجر الكهرمان
من خلال التصاميم اللي سويتها. بيأثر على النفسية حجر الكهرمان؟ سمعت أنه ممكن يأثر على النفسية. أي كمان. صح، لأنه هو حجر طبيعي فيطلع شحنات موجبة. ولما تلبسيه يعني أنا على طول كل ما كان طالعة يعني شوفي حتى لو ما فيها شيء لازم أكون إلا ما أكون لابسة شغلة، لأنه إيه أحس براحة يعني نفسية. أحس يقولوا في أنه إذا عندهم صداع يروح الصداع، لأنه يطلع شحنات موجبة مجرد ملامسته للجسم. فمثل ما تشوفين تصاميمي كلها أنه مش مغلفة الحجر، خلتها يعني واحدة. إذا التغليف من تحت يصير يعني مش الحجر دائرة ما دائرة. نعم. يعني لفت انتباهي المسبحة على شكل أسوارة، أسوارة مسبحة جميلة جدا. أنت قصدتي هاي الحركة بالطبع. أي. خبرينا عن هذا التصميم. هذه فيها ذهب وألماس وأحجار ملونة. فحلو يعني تلبسها هي أسوارة نفس الوقت، وإذا قاعدة مثلا تقدر تسبح فيها نفس الوقت. بس أنه شكلها يعني جميل كمجوهرات تستعملها. كثير حلو. في منها ممكن هاي نفس الشرابة حلق تصير. أو بندنت، يعني تقدرين تتحكمين فيه أنه الحجر حلو، تتحكمين أنه أي شيء تحطيه يزيد جماليته. ومزجتي بين الألماس وبين الكهرمان. في أنواع أحجار كريمة تانية بتحبي تشتغلي فيها أيضا؟ أنه أي نشتغل، بس أنه أكثر شيء يعني الكهرمان، وسميته كهرمانة حتى يعرفون أنه يرمز للمرأة يعني. أنه هو الكهرمان حجر كهرمانة ترمز للمرأة يعني، حتى يسألون شو هاي أنه ليش كهرمانة؟ عشان مجموعة نساء. نعم. كمان ميزتي الأطفال وعملتي شيء كتير غريب وكتير حلو. الببرونة تاعت الأطفال وكمان فيها هذا كهرمان. بروش تعليقة هاي. اي علقوها بروش، هو يعني انه هاي الفكرة موجود من عندها، بس انه الحلو دخلته انه الكهرمان دخلت فيها عشان الطفل حتى لو يعني حطاه بسنانه او شيء ما يكون يعني ما في صبغة ما في الوان. وحلو يعني انه لقت اقبال هاي الشغلة، لانه يقول لك هو لما يطلعون اسنان يلبسوهم دائما بايدهم اسوارة او على رقبتهم يخفف وجع الاسنان شوية. الكهرمان يعني، وحتى لو يحكوا بسنانهم ما راح يعني يذوب الحجر ولا شيء، انه حلو لما البيبي سيف عليكم. كثير حلو. والتعليقه منها ما شاء الله في منها اسامي، يعني ممكن اسم الطفل يحطون اسم محمد او اسم فاطمه، يعني الاسم يحطوه وتعليقه، لما يكبر يشيلوها تبقى التعليقه يعني الدبوس يستعملوه. كثير حلو. طيب ايضا كمان شفنا عندك تصاميم فيها اسماء العيله كلها بعمل واحد. كثير حلو. بتجمع في الحلقه بتجمع في اكثر من عمل، اكثر من اسم. مثلا ممكن يكون للام او المراه بتكتب اسم زوجها واولادها على الحلق او على الاسواره كمان. صح. اي هي يعني تعرفين انه افكار واحد، يعني انا يكون عندي افكار يكون الناس يجون عرضوا علي. انا اول شيء كنت مسويه اذا شايفه الاسواره فيها اسم واحد. وحده اجت قالت ما اقدر احط بس اسمي، يعني اريد اسم العائله والاولاد، فاقترحت عليها حلق. طلعت حلوه يعني اسامي العائله كلها واسامي الاولاد. والحجر يعني انه حجر الكهرمان سهل التعامل معاه. فسويت حلق يعني، وفي مسابح هسه على رمضان. نعم. بعد عملت مسابح، وبالمسبحه اذا يحبون يحطون الاسم. يحطون يعني زي ما شايفين هون. اي هذول مسابح نسائيه هاي. حجمها صغير يعني يكون، وبعد خفيفة. كهرمان مصنوعه اكيد من الكهرمان. اي كهرمان وذهب. هاي الشرابه معها. هاي ذهب. اي ذهب ابيض. ما في منهم ما يحبون الاصفار، يعجبهم ذهب ابيض. وفي فضه بعد استعمل بمجوهراتي. جميل. القلايد. اوكي في كمان عندنا قلايد زي اللي لبستيها حضرتك. أي. بس هاي ما فيها كهرمان. انا لابسه في هذول اللي عملتهم فيهم كهرمان. هاي جتني الفكره من ناس في عندهم مسابح قديمه. يعني يقولون احنا حاطيها ما نستعملها يعني، فسوينا شيء فيها انه نستفيد منها. فلما جابوها تكون يعني كثير طويله كبيره، فكرت اسويها قلاده. وطلعت حلوه يعني، بدل ما حاطين المسبحه مش مستفادين منها رجعت اعادتها بطريقه كثير عصريه. أيوة وجديده. يعني الكهرمان ما بيموت، بضل عايش. طب شو فوائده، ابرز فوائد حجر الكهرمان؟ هو عن الحسد يعني اكثر شيء، يقول لك البيبي يلبسوه اساور كيف الخرز الازرق. الاصفر. للصحه بعد زين، يعني في له فوائد كثيره. نعم. طب شو اهم ابرز مجموعاتك هلا اللي بتحضريها واللي مستعده لاطلاقها؟ علشان رمضان مسابح مسوين، مسابح مدخلة فيها لولو وشذر. وألماس. بس بعد يعني شهر إن شاء الله على رمضان، لأنه هو الكهرمان معروف عنا بالمسابح يعني، فكثير طلبوا مني أنه يعني رجعي سوي لنا مسابح، رجعي هاي. فعندي ومجموعة الأطفال هاي الجديدة. نعم. أساور بعد إذا شفتي الحجر الغامق استعملته للأولاد، الأولاد بعد يلبسوهم أساور يعني. أساور كهرمان. كثير حلو. طب شو أبرز الألوان اللي هلأ دارجة أنت بتستخدميها بتصاميمك وكمان
بتدخلي بتكون من الكهرمان وايضا بتكون جزء من الموضه. شو هي الالوان؟ يعني مثل ما شايفه في الوان دخلت الابيض والاسود، هذا حجر جيد مش كهرمان، حجر الجيد، وممكن اقدر اسوي ميكس مع الكهرمان، وفي كهرمان ملون الاخضر والاحمر، هذول طبيعي يجي بس يكون ملونيهم معطشه. وعلى فكره يعني الكهرمان ما يكون متواجد كثير بالبلدان العربيه، بالاجنبيه اكثر شيء، لانه يطلع من صمغ الاشجار من الغابات، فالبلدان العربيه ما فيها كثير غابات يعني، فانه لهذا يكون يحبوه لانه مو موجود كثير متعارف عليه. يعني حتى نشاته يعني صعبه. ايه بيغلي سعره، هذا بيخلي سعره يكون اعلى. هو لا يعني سعره مقبول يعني، بس بعد انه مش رخيص يعتبر، لانه بالوزن يعني لما يباع بالوزن لانه حجر قيم. وفي احجار يعني في منهم اللي داخلها حشرات، هاي تكون نادره الوجود. في منهم احجار بقلبها حشرات في بالمسابح تجي هاي الكبيره، كان عندي بس اليوم جمعه ما قدرت اجيبها. اوكي المحل يعني ممكن هاي بعد وقت حتصير نادره يعني، فيغلى سعرها مثلا، يصير الغرام مالها تقريبا نفس غرام الذهب. لانه ما في منها بعد يعني. اوكي طيب. نادره الوجود. كمان انت زي ما ذكرنا بالمقدمه كنتي بمجال مختلف تماما عن تصميم المجوهرات، شو اللي دفعك او ليه قررتي انك تتجهي لتصميم المجوهرات؟ بنعرف كمان عائلتك كمان في نفس المجال. صح يعني تعرفين انه كل النساء تحب المجوهرات يعني تكون بدمنا هالشغله. نعم. واني على طول يعني اسوي نفسي اسوي شغلات فالناس تعجبهم انه حلوه ليش ما تسوين ليش ما هاي، وبما انه حكم يعني شغل زوجي وعندنا متوفر المكان والمصنع والادوات والماده فانه سهل علي اسوي هالشغله. وشجعني هو كثير وساعدني فانه صارت الشغله. وبعدين انه بس يحتاج لها ذوق وفن، وفي يعني عندنا مصممين يعني بعد هم مثلا اعطيهم افكار اذا صعب اسويها هم ينفذوها. اي بس انه اعطيهم الفكره اعطيهم كيف الهايه، فسهل لي كثير وحبيت هالشغله يعني. نعم عم نشوف اعمالك كثير متنوعه ومختلفه، حتى في اساور شكلها خارج عن التقليدي، فيها الوان نيون شايفينها على الزاويه، هاي كمان للفتيات الصغار بالعمر. صح. شوي صح، لانه مثل ما شايفه احجار الكهرمان الوانها شوي غامقه، ممكن الصغار ما يعجبهم هالشيء يعني تين ايجرز، فدائما يقولوا لي نحب شغلات نشوفها بس ما نشتريها مال كبار، فسويت هذولا لاقت اقبال يعني حلو، انه دارجين هاي الخيطان الملونه بس بعد حطيت فيها حجر الكهرمان، واذا شايفه انه ما مغلفته بعد الحجر عشان يستفادون من عنده ويبقى حلو يعني على شكله ولونه الحجر. بتقدر تلبسه جنب الساعه مثلا. اي مع كل شيء، مع الساعه في يلبسون اثنين ثلاثه مع بعض، فانه كفاشن يعني حتى نواكب الموضه جميع الاعمار بعد. اكيد. طب انت كمان معروف انه بتنظموا كل فتره كوكتيل الماس بازار، ليه قررتوا تعملوا زي بازار بس للمجوهرات والاحجار مثلا والتصاميم الثمينه؟ شو السبب؟ لأنه شغلي أنا بهالشي، وعندي كم وحدة صديقاتي بعد شغلهم في هالشي، فحبينا أنه عملنا معرض صغير، بس بعدين كاميرتكم إجت بآخر معرض عندنا صورت صار كبير يعني شي 60 شخص اشتركوا، ومش فقط مجوهرات يعني، دخلنا غير شي معها، دخلنا إكسسوارات، دخلنا ملابس عبايات، لأنه بحكم شغلي يعني يعني عندي معارف كثير، عندنا مثلا ناس مصممين كثير، فانه حلو نظمنا معرض، صار 6 معارض عملنا للحين. وحلو يعني لاقت اقبال، وتشجعوا البنات يعني حتى لو عندهم مواهب صغيره او شيء يعني تشجعوا ينتجون ويسوون اشياء اكثر. والحين في رمضان مثل ما قلت لك دا احضر المسابح، في شيء 20 بنت بعد دا يحضرون كولكشن ودا يحضرون شغلات انه تشجعوا يعني يسوون شيء. بالتاكيد. ودا تلاقي اقبال يعني الحمد لله للناس. المجوهرات والاكسسوارات واسع ومحبين واكيد من الفتيات كثير كثير. طبعاً. زينب اسكندر شكرا كثير لتواجدك. شكرا لك. تسلمي. شكرا. شكرا مشاهدينا، قبل ان ننهي برنامجنا انتقل مباشره الى الزميله غناء اميوني التي تطل علينا من ببيروت. مساء الخير غناء. يسعد مساك دانا، وتحية من القلب لجميع مشاهدينا بدول العربية وبكل أنحاء العالم. اليوم حلقتنا مثل ما شايفي يعني منوعة، الزيتونة بي واللعانة مثل ما بيقولوا، لأنه اليوم بلش معرض بيروت ديزاينر ويك، إضافة إلى أنه هالحلقة رح تجمع الكتار من المواضيع الفنية، يعني فينا نقول أنه هيدي الحلقة هي فنية بامتياز، بحيث رح نبدأ الحلقة مع باتوكا بريد، إضافة إلى الفنان
الكوميدي اللي جمع من خلال أعماله هيك شكلت ثنائية ما بين الجنس والسياسة، وطبعا قدمها بقالب كوميدي. رح نسلط الضوء على أعماله للفنان ماريو بسيل، وأيضا رح نسلط الضوء على مهرجان ربيع بيروت اللي رح ينطلق إذا أراد ب 26 الشهر، وليلة الافتتاح مع الفنانة تانيا صالح اللي رح تكون ضيفتنا إذا بإذن الله بعد لحظات قليلة. هذه هي أبرز فقرات حلقة الليلة يا دانا من ببيروت، فرح ندعي جميع المشاهدين ينضموا لنا لأنه لحظات قليلة وبينطلق برنامج ببيروت. لإلك دانا ويعطيك ألف عافية. شكرا غينا، فقرات مشوقة بالتأكيد ومتنوعة. مشاهدينا بهيك بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، لقاءنا يتجدد في الغد، إلى اللقاء.